السلام عليكم ورحمه الله. متابعي قناه شو تي في، كيف كتشوفوا حنا كتواجد الان بالمرسي، هنا دار البحر المرسي هذا اللي كيتواجد بمدينه المحمديه. هنا لهاد اصلا نقول لك تبارك الله تبارك الله، الطونه العنيده، الطونه اللي كتوزن 250 كيلو تبارك الله، والثمن ديالها انتم كتشوفوا الدم ديالها، الدم ديال الغزال، الدم هاتي باقا الدم على خد كيف كيقولوا، والثمن ديالها كيدير الثمن الكيلو 100 درهم الكيلو. وكان الاسباردو هذا اوسي تاهو في الجودة كبيرة، كله مهبر، طارو بين الناس، الجودة هنا، الجودة، حميد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قلت لك العجولة ديال البقر ديال البحر. البقر البحر ديما البقر البحر عند حميد ملك الطونة، يعني كيبرع الناس ان شاء الله فيهم بالجودة العالية. هذا 100 شحال كيلو فيها؟ هذه اخويا التونة، اخويا اكبر حجم كان في السوق جبته، لان هذه فيها 225 كيلو، كانت وحده فيها 250 كيلو، كاين وزن كثير كاع، لان ما يمكنش اكثريه كيقردوها وكيبيعوها لي ترونش في السوق، اما باش يجيبها واحد صينا ما يمكن عليها، ما يقدرش يجيبها، لان هذه كتهز واحد المبلغ كثير، وخاصه يكون واحد الزعيم ويكونوا عنده الناس ديالو باش يفكها دغيا، يعني ما خصهاش تفوت واحد ربع ايام باش تبقى في الجوده العاليه ديالها. سي راه ماشي مرحبا. سمعتيني خويا، الطونه هذه زوينه وغنيه بالفيتامينات، ميغا طروا خويا، مزيان الحداده صحاب الدراري ديال لونطريمون، راه صحيه بزاف، لان علاش في الجابون كتسوى واحد الثمن خيالي، لان عارفين الفايده ديالها خويا، عارفين لان هذيك راه شحال كتشري الصحه ديالك، هذه هي اونتيبيوتيك، هذا الدواء بلا فرماسيان بلا شي حاجه، نوصي الناس يعني تاكل الحوت، خصوصا حوت الهبرة بحال الطون بحال السبادا بحال الكالامار، راه الحوت مفيد بزاف، لان هاد اللحومات هاد الشيء اللي ولا دابا راه كتعرف كيشوفوا راه بنادم ولا كيخاف، راه مساله صحه هذيك، مساله الكرش ديالك، شنو كتدخل الكرش ديالك. والانسان اللي بغى الطون، عاوتاني نعطي واحد النصيحه للناس، لان نقول لهم الا بغيتوا الطون تشري الطون يعني ما تاخذوا بهذا لي كولور هذا، اجي تشوف يعني نبانش لك احمر بحال هكا بهذا اللون هذا، ما تشريش، ما تاخذش الطون باهت، خاصو يكون في هذا اللون، لان الا كان باهت كيكون طايد، يعني كيكون ضارب واحد المده، فهمتي. ونوريك عاود هذا النوع ديال سبادا رويال، هذه يعني معروفه هذه، شو هذا لي كولور اللي كنسموها سبادا رويال، هذه سوموا بهذا لي كولور، هذيك تكون مسكه وليدام ديالها حلو، كتكون حلوه في الماكله ديالها، ربما واقيلا انت جيتي تا وليداتك وكليتيها البارح، وراه انت جيتي كتشكر فيها. هذه سبادا رويال بهذا لي كولور، هذه كنسموها سبادا سومو، هذه الفن في الماكله، ديرها بروشيت، ديرها طاجين، ديرها ستيك، يعني كتبرع، ويعني بحال كدي معاك الرزق ديالك، يعني فلوسك بحال شريتي بها الحوت، ولكن يعني راك ما ضايعش، بالاكيد كتستافد من ديك الحوت اللي كنجيب صراحه الله. وعندنا ما شاء الله الميرنو اللي الايام راه رخيصه، ثمن زوين، ميرنو فيلي هذه زوينه في الشواء، وكاين اللي كيديرها كفته، كاين اللي كيبغي يديرها طاجين، شوف الناس الشهوه ديالهم فين شنو بغاو. وعندنا السول اللي هو السول بلاج، زياننا السول فريتور هذا زوين،
لهذ الايام هذا هذا الصول هذا واصل ثمن خيالي والله العظيم 1500 باش جبت داك الصندوق. يعني دابا طيح تقريبا طيح بواحد كدا 90 درهم 90 درهم انا دابا كنبيع فيها ب 100 درهم 100 يعني ما كاينش شي ربح كثير. هو فيها ترونسبور فيها لاكلاص اي الصباح خصك 4000 ديال لاكلاص 200 درهم ديال لاكلاص وكاك وتحاول هذه تخلص على حاجه لان ما يمكنش تربح في كل شيء. فهمتي خويا؟ واجي نوريك لومبرين القرب اللي هو في واحد يعني القرب ما كيكونش فرينا انا كيكون دار الطريق هذا ديال هذا قرب ديال البلاد. شوف كيف داير تبارك الله وباقي تعوينات باش تعرفهم واقف وحي وشو شو شو الشنيف ديالو اكثر هي القرب ما كيشدش نغانق ما كيبقاوش عنده حمرين. سمعتي خويا؟ هذا باقي بالجوده العاليه ديالو باقي النغانق ديالو حمرين وزوين. انا خويا عندنا الباجو اللي هو صغير باجو زوين حتى هو انت خويا هادشي نوريو الناس باش يعرفوا بالله راه ديما الجوده عند حميد اللي خصني يبرع الناس. عندنا الرايه ما شاء الله اللي راه رخيصه راه وصلت 30 درهم ما بقاش هذيك 70 درهم و60 درهم و50 درهم ما بقاش عندي. رايه زوينه ثمن زوين الدرويشيه كل اللي عنده ياكل ما كاينش مشكل. واجي نوريك الدوغا درويال الزريقه اللي هي كاين بعض الناس اللي كيبيعوا لهم الشرغو بالزريقه. انا كنوري الناس لان الا بغيتي تعرف الدوغا درويال كتعرفها بهذا الدينار هذا مي كيبان لك هذا الدينار صفر عرفها دوغا درويال حيت كاين الشرغو عادي راه 60 درهم وكيبيعوه بالدوغا ب 120 درهم ولا 130 درهم وهذا حشومه. هذه مساله يعني خاص انسان يعرف بينه وبين الله. واخا خويا وعندنا السول اللي هو السول هذا نوع ديال السول سول بلاص شو كداش تبارك الله هذا اكثر الناس كيكون عندنا الاقبال ديالو الشوايه الشوايه والفران وداك الشيء كيكون زوين. واللي راه نقول لك اللي جا عندي راه كتعرف محمدية المارشي اللي هو معروف اللي فيه شويه ديال المبادره الوطنيه راه معاد دخل على الباب دار البحار معاد دخل على الباب راني مشهور مالك الطونه جي عندي نبرعك بشي بخاطرك بالاكيد شي بخاطرك. انا كنقول للناس راه كيجيو عندي الناس كازا الرباط من سليمان بن حمد خريبقة يعني وكيجيو وكيمشيو بخاطرهم اللي كياكل الحوت كيعاود يرجع وكندير معاهم الرحمه ديال الوالدين قبل كل شيء بعدا. ومرحبا خويا عندنا هاد الكامبولا هذه كاين بعض الناس هنا كيبيعوا لهم بالرويال هذا ماشي رويال هذا غامبو اللي كيجي كونجلي اللي هو حتى هو زوين وكيديوه الناس دير ثمن زوين 160 كيوصل هذا ما بين 120 200 180 دير ليه 160 درهم وكلشي ياكل كلشي شي هو ما نقلعوش الناس. وعندنا الباجو شامل اللي غلايد اللي الناس اكثر كديروا بالكروسيل الملحه يديروا الفران بخضيره يديروا الطاجين اللي هو حتى هو زوين دير ثمن حتى هو زوين حتى هو ثمن مخير. وعندنا الميرنو فريتشور اللي هاد الايام قليله حتى هي بحال الصول حتى 90 80 داير لها 70 درهم يعني حتى الاثمنه راه بينه وبين شويه راه غاده كتهبط حيت لان تعرف العيد دابا والناس كاين اللي ما شافش والدي سنين راه كيمشي في الاعياد كاين اللي كيجلس دابا راه اكثر دابا اكثر الناس البحاره والناس البيع وشري دوك صحاب الشكاره الكبار لان ما داخلينش يخدموا باقيين دابا الحوت غادي قليل غادي قليل. وانا ما كنخدمش الكونجلي راه كنقول لكم اللي كنجي كونجلي كنجيبو هو الكروفيت غريز وهذا هذا الكامبو اللي قلت لكم لان هذا ما كاينش في الفري كاين في الكونجلي وراه كلشي فري ما باش يقول الناس دابا راه الحوت غالي وكاين الكونجلي لا راه كنجيب الفري والحوت ياكل الانسان ويعجبو الحال بكل صراحه. وعندنا الكروفيت بوعرق البوعرق اللي هو كان داير 120 درهم ها هو حنا منقينه واجي تشوف هذا بوعرق شوفكم نقي حيت كاين القمرون كيتباع منقي هذاك الصغير كيكون الاخر ديال العنبر ما كيكون مهرس وهذا كيطلعوه الباركواج كنقيوه وكيبيعوه منقي في الكراطن هذا حنا منقينه من الكروفيت بوعرق باش كنرضيو الناس بثمن مزيان. هذا كيلو هو نص كيلو هنايا وبغيت نقول لك الكالامار اللي هاد الايام راه دايره روينه واصله 180 170 درهم هذه فري كالامار للناس بغات تعرف كالامار تعرفها بهاد البلاستيكه حيت ماشي اي نوع ديال كتشبه الكالامار في هاد البلاستيكه الا هاد الكالامار الاوريجينال. ها هي خويا اجي تشوف معايا الكروفيت اللي نوريك خويا شي حاجه ما شاء الله اجي تشوف خويا ها هو كروفيت بوعرق راه وريته لكم هذا بوعرق ها هو بوعرق زوين نوري الناس باش يعرفوا باللي راه ما كندويو نيشان هذا بوعرق راه داير 100 درهم اللي كان واصل 120 درهم راه 100 درهم وكاين ذاك اللي صغير وراه 80 70 60 ولكن كنحاولوا نجيبوا حوت زوين باش الناس تاكل باش لاحظت في الطبيسيل يبان لي قميرينه غليظه وزوينه وكتشهي. واخا خويا ومرحبا خويا والف مرحبا انا خويا وعندنا السلمون لهاد الايام حتى السومو راه غالي هاد الايام السومو غالي هاد الايام واصل لي ترونش واصل 250 درهم واللي بغى بياسه للكيلو واصل 220 200 درهم واش غدير هاد البوزوب ليمون لي 20 درهم الباكي 20 درهم خويا بسم الله شحال هنا
150 درهم الله يخلف خويا. واجي تشوف لي زويتر، اجي نهضروا على لي زويتر، حتى هي راه زوينه لي زويتر. كنقول نازي وكلو حتى لي زويتر مزيانه، مزيانه لي زويتر مزيانه لفقر الدم، مزيانه للقواط، مزيانه للبروده، يعني يعني ولي ناقص كل لي زويتر راه صحيه بحال هكا تقول فياغرا طبيعيه، راه زوينه بزاف. ايوا كنقول المشاهدين جيو عند حميد يتهلا فيكم، لا في اثمنه ولا في الجوده العاليه، والف مرحبا وشكرا لك يا اخي. كيف سمعي متابعي قناة تيفي، الجودة الجودة هنا كاينة. الحوت ذم ولا خدوه عكسي تبارك الله مستوى. إلى هنا متابعي قناة تيفي نشكركم وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.